سمعتكم بخير وعلى خير، ومبروك عواشركم اليوم ان شاء الله. كما كتشوفوا هاد الجليبه فيها جيب مفتوح، وبغيت نعمل ندير معكم الطريقه اللي غندوز الترصان على الجيب مفتوح. كما كتشوفوا هنا الجلبه انا سديتها من جناب، راها مسدوده، وخليت فقط الفتحه ديال الجيب اللي عليها غندوز الترصان. هنا من التركيز كما كتشوفوا، من التركيز يعني تحت الطوابق تخلي 14 سنتيم، هذيك المسافه 14 سنتيم، وكنخلي 14 سنتيم او 15 سنتيم اللي هي الفتحه ديال الجيب. الان غادي نهز الترصان ديالي، غنبدا الترصان بحال غادي نديرو من الجناب كما كنديرو عادي فاش كنديرو الترصان في فينيسيون في الجناب ديال الجلابه. غادي نخدم معكم الطريقه كما كتشوفوا دابا. غندوز الترصان عادي باش نوصل للجيب، نوريكم الطريقه اللي باش يجيكم الجيب يعني في نفس الوقت زايز ليه الترصان وفي نفس الوقت فيه فينيسيون. بالنسبه للبنات اللي اول مره كيخدموا الجيب مفتوح، حنا عارفين كان جلاب الاولاد دابا حاليا ما بقاش فيهم كاع الجيب نهائيا، يعني كتكون الجلابه مسدوده في خطره ما فيهاش الجياب، قليل اللي كيبغي الجياب. كيكون الجياب ديال يعني اللي كتكون مقوصه، الجيب مقوص هذاك ان شاء الله. دابا ندير معكم الطريقه ديالته، ودابا الطريقه ديال الجيب اللي تيكون هو مفتوح يعني ما فيهش كاع الجيب لداخل، يعني كنبقى بهذه الطريقه راني كندوز الطاسه في نفس الوقت كنفتح الخياطه اللي لتحت باش الطاسه يجي مقاد على الخياطه نيشان، ويكون الثوب من تحت مفتوح. كنحاول يعني نفك الترصان، راكم عارفين الترصان كل مره خاصكم يعني تفكوه وتفتحوه باش ما يجيكمش مبروم ومزير في الخدمه، يعني خاصكم راكم عارفين يعني الاغلبيه عارف الطريقه باش كنشدو الترصان كنبقاو نفكوه باش كيتفسح كيولي مطلوق. صافي كما كتشوفوا انا غادا وكنفتح الثوب من التحت باش تجيني خياطه مسطحه ما تجينيش ملويه. دابا انا وصلت للجيب، غادي نمشي اكون درت واحد الكرانه من القنص حتى القنص ديال الجيب، غادي نحاول نمشي نيشان من فوق الجيب حتى لتحت الطواب حتى تحت التركيز. في نفس الوقت كنفتح الخياطه وراه كندوز على الجيب، غنبقى غادا بالخيطة حتى نوصل للخر تما. غنحاول اني نفتح تما الخيطة مزيان على ودي، تراكم عارفين الا بقات الثوب تما يعني متراكم غتهرس ليا ديبرة. كنقطع الترصان على حد فين غيوصل ليا. صافي كندير على تمو، صافي بنفس الطريقة غادي نخدم الترصان الثاني. يعني دابا انا قريبه باش نفس الطريقه درت، يعني درت البريم درت الطرسان من الجهه الثانيه اللي غادي تطلع لي مع الجهه الجيب اللي خاويه اللي باقا ما عمرتش. صافي الان كنطلق في الخيط باش مين بغي نخدم به يجيني رطب ما يبقاش قاصح. يعني كنخدم الطرسان راه عارفين بان خاص كل تخدمي شويه وتفكي شويه ودوريه باش يجي الطرسان خفيف الخدمه. هانتوما دابا انا جيت للجيب الثاني كنمشي هكاك بالخياطه وكنطلع عليه وكنمشي كما درت في نفس الطريقه الاولى. يعني هذه طريقه من طرق كثيره، راه ماشي هاد الطريقه بوحدها اللي كاينه. كاين اللي كيعمر كاين اللي كيخدم الترصان واحد على واحد حتى جهه الجيب وكيحبس، كتبقى الدوره الجيب خاويه وكيبدا كيعمر ثلاثه او اربعه ديال الدورات على الجيب كيجي عامر. يعني كل طريقه ماشي بالضروره هاد الطريقه هي اللي كاينه او الاخرى اللي كاينه، هما طرق كثار وممكن تجربيهم كاملين، ممكن تستغني بوحده يعني اللي سهله في الخياطه.
اللي كتجي في فينيسيون حسن. كما كتشوفوا هنا هاد الجيب كيجي على هذا الشكل هذا. هانتوما الخدمه هنا غادي تبان لكم بان الطاسه الاول اللي طلعت دوزتو من هنايا، والطاسه الثانيه اللي طلعت دوزتو من هنا، وهنايا كففت التكيفه لداخل. هانتوما كيجي هكا، هي دي خدمه خفيفه كنجي فيها الطريقه هكا. نتمنى يكون هاد الدرس اللي فاتكم ديال الطريقه ديال الجيب محلول، الطريقه باش تخدموه. هانتوما 14 سنتيم هكا دخل اليد. هانتوما كما كتشوفوا صافي، يعني هاد الجلابه راه باش نيت نوريكم الموديل اللي صاوبت فيها، راه غير عين وعقده. هانتوما يجي على هاد الشكل، عين وعقده خفيفه. نتمنى ان شاء الله يكون هاد الدرس فاتكم ديال هاد النهار، وما تنساونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومبروك عواشركم، والسلام عليكم.